ده فيما يتعلق بصالح جمعه. اخر حاجه عايز اتكلم فيها في المقدمه، وطبعا يعني ذكرى وفاه نجم النادي الاهلي الراحل الكابتن محمد عبد الوهاب، 14 سنه عدوا زي النهارده بالظبط، 31/8/2006 كان حادث وفاه اللاعب، وكلنا تاثرنا طبعا اليوم ده. انا عارف جدا جدا ان جمهور النادي الاهلي ما ينساهوش اطلاقا. لعيب الله يرحمه كان مؤثر جدا سواء مع منتخب مصر، وقدر ان هو يفوز معاهم ببطوله الامم الافريقيه 2006، قدر ان هو يفوز كمان مع النادي الاهلي بمختلف الالقاب في فتره زمنيه صغيره جدا بالنسبه لمحمد عبد الوهاب. فاز مع الاهلي بالسوبر الافريقي، بدوري ابطال افريقيا، بالدوري، اعتقد على ما اتذكر كاس مصر، يعني حاجات كتير جدا قدر ان هو يفوز بيها محمد عبد الوهاب الله يرحمه في فتره زمنيه صغيره. لكن الاهم كمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا صفحه النادي بتحيي ذكرى وفاه محمد عبد الوهاب، لكن الاهم كمان زي ما بقول لحضراتكم ان هو دايما خالد في قلوب واذهان عشاق القلعه الحمراء، مش بس كده، عشاق الكره المصريه وجماهير الكره المصريه بشكل كامل، لانه كان بيمتاز بالخلق الواضح جدا على تصريحاته وعلى كلامه، وكان بيمتاز بالجوانب كمان الفنيه والالتزاميه والاحترافيه الكبيره جدا. واكثر كلمه كلنا ما نقدرش ننساها لمحمد عبد الوهاب، وهي كلمه انا ما اقدرش اخلف وعدي مع النادي الاهلي. طالما اديت النادي الاهلي وعد، الحاجات دي طبعا ما بشوفهاش اليومين دول للاسف الشديد يعني، لكن طالما اديت للنادي الاهلي وعد انا ما اقدرش اخلفه. وهو كان وعد النادي الاهلي، وكان في مشكله ساعتها في التوقيت ده، كان هو متواجد في نادي اماراتي، وكان الاهلي بيحاول كان واخده اعاره وبعدين بيحاول يتعاقد معاه بشكل نهائي، فكانت المفاوضات متعثره شويه، لكن اللاعب كان متمسك جدا بان هو يعني يكمل مع النادي الاهلي، لكن القدر للاسف يعني ما اداش الفرصه ان هو يكون متواجد. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. خلينا نروح نشوف بعض اللقطات ونفتكر لمسات ومهارات محمد عبد الوهاب من خلال حساب بلس 90، يلا بينا. يعني اهداف رائعه وامكانيات فنيه يعني ممتازه للراحل الله يرحمه طبعا محمد عبد الوهاب. اهداف ايه ومهارات ايه وقوه بدنيه ما فيش احسن من كده من لاعبين يصنفوا كافضل اللاعبين اللي جم في المركز ده رغم انه ما لحقش يلعب. تقدر تقيسها ازاي؟ تقيسها بارقامه، اهدافه، بطولاته سواء مع المنتخبات المختلفه، شباب، منتخب اول، النادي الاهلي. فهيفضل دايما محمد عبد الوهاب في اذهان وقلوب جماهير النادي الاهلي. ربنا يا رب يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنته.